بس مصطفى إذن عفوا صباح الخير لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال المباشر. احنا في بقلب القاعة المتعددة الاختصاصات هنا في ساحة جامع الفناء وتنشوفوا بأنه ما شاء الله مازال يعني خصوص الإرشادات والمعلومات الخاصة للأطفال هنا من أجل المصلحة ديال ترشيد الماء وهنا بجامعة السلطان. فالمجلس الجامعي لجامعة السلطان بشراكة مع جمعية ديال الترشيد اللي يعني قررت انه تقوم بهذا اليوم التواصلي للاطفال الشباب المستقبل الغد بالاضافه لفعاليه المجتمع المدني وكذلك الاعضاء ديال المجلس الجماعي باش انه الشعار ديالو بركه من ضيع الماء. هذا هو الشعار خصوصا احنا في اليوم العالمي للبيئه وتعرفوا بانه هذه الايام يعني هذه السنوات تقريبا ما يقرب على 3 سنوات يعني بعد جائحه كورونا كانت ندره المياه بشكل كبير وكانت تساقطات قليله ديال الامطار اللي اثرت بشكل كبير على الفرشه المائيه. فغادي نستضيفوا معنا يعني الشريف ديالنا اللي هذه قربنا بطبيعه الحال هو فاعل جمعوي ومطلع كما تنقولوا ملم بما يخص ويهم الفرشه المائيه وكذلك يعني السواقي والابار وحتى يعني كما تقولوا الخطارات اللي كان في واحد الزمن كانوا تيديروا من الناس باش انهم يجمعوا المياه ديال الامطار. شريف مرحبا بك معنا. شكرا قناه شوف تي في وكيف ما عودتنا وكيف تعودنا دائما على صلب اهتمامات المواطن وعلى القضايا المهمه اللي من خلالها تتفتح المجال من اجل خدمه المصلحه العامه لهذا الوطن. شكرا. بخصوص هذا اللقاء اللي تيدخل في استراتيجيه ديال الدوله ككل ومن خلال التعليمات اللي اعطاها صاحب الجلاله نصره الله للولاة ولجميع الجهات من خلال التعبئه من اجل محاربه هذا الاشكاليه ديال ندره المياه من خلال الترشيد من خلال حسن تدبير هذا القطاع الحيوي اللي هو الماء نعمه اللي نعمل الله سبحانه وتعالى علينا بها. داخل مدينه مراكش او جهه مراكش حنا بخصوص هذه الماده الحيويه تنتلقاوها من جوج مصادر. المصدر الاول هو سد المسيره اللي تقريبا الصبي بتاعه اللي تقريبا ما بقيش يتجاوز حتى 3.5%، وسد سيدي ادريس اللي تيعطي الزرابه. والغريب في الامر وسبحان الله من حسن الصدف انه هذا عمليه تاع توزيع الماء بالنسبه لمراكش كلها تجي من تسلطان، لانه جوج مناطق تزويد تاع المياه بالنسبه للمدينه ككل كاينين في منطقه تسلطان. الحوض للتجميع والتصفيه والتحليه اللي تاع المكتب الوطني والحوض تاع المؤسسه تاع طلاره ديما اللي تيجمعوا وتيصيفطوا هذه الماده الحيويه تتنتشر على مستوى جميع الترابي لجهه مراكش. هذه الماده اللي تنعانيوا منها ككل تنعاني منها الوطن كله، وهذا الشيء ان دل على شيء انما يدل على انه الظرفيه اللي تتعيشها المملكه والظرفيه اللي تتعيشها الجهه ديالتنا بخصوص ندره المياه لاشكاليه ولات تشكل خطر على 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 سلامه المواطن، خصوصا ان هذه الماده مرتبطه بالحياه، مرتبطه بالحياه الانسان والبشر والحيوان وجميع المكونات فوق هذا التراب. الاشكاليه كلها تخذت على عاتقها من طرف لا اعلاميين، من طرف لا مؤسسات، لا اكاديميين، لا سلطات منتخبه ولا سلطات محليه ولا سلطات امنيه من اجل التعبئه لحسن تدبير هذه الاشكاليه. تيجي هذا العمل تاع الجمعيه من خلال هذا التشبيك الجمعوي بمنطقه تسلطان اللي خادوا على عاتقهم هذه المبادره الحيه، هذه المبادره الرائعه اللي من خلالها جابوا واحد المجموعه تاع استراتيجيات
واحد المجموعه المبادرات اللي قامت بها جهات معينه ولا قامت بها مؤسسات معينه اللي شريك في تزويد المنطقه بهذا سميتو، اللي تتعبر على واحد التقنيه اللي من خلالها غادي نحافظوا على 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 هذه الثروه المائيه، ويكون حسن تدبير تاعها بواحد الشكل عقلاني اللي ما يمكنش باش نخسروا هذا الاحتياط اللي هو اصلا جد 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 هزيل وما وصعيب ان شاء الله سبحانه وتعالى باش يخرجنا من الضيق. هذه الاستراتيجيه تجي في اطار التوعيه والتحسيس والانفتاح على المؤسسات التعليميه وانفتاح على المجتمع المدني وانفتاح على المؤسسات وحسن ترشيد هذه الماده الحيويه، لا بالنسبه لجميع المكونات، لا الحمامات، لا الناس اللي تيديروا غسيل بالنسبه للسيارات، لا بالنسبه لجميع الناس اللي تيستهلكوا هذه الماده بواحد الطريقه جشعه وتتاثر سلبا، على لانه هذه مساله خصيت نتشاركوا فيها جميعا لانها تتهمنا جميعا. سي مطاعي، يعني السؤال الكبير هو انه المغاربه رغم الحملات التحسيسيه رغم هذه التوعيه، ولكن نعرفوا بان المواطن المغربي بصفه عامه ما عندوش مع الترشيد ديال المياه، ما عندوش انه خصو يتكيس بهذه العباره، انه يتكيس على الماء باش انه يقدر يحافظ على الثروه المائيه. واننا تنعرفوا بان وزاره التجهيز والماء، يعني كان الوزير البركه اكد بانه من بين الاقاليم مهدده بالعطش، خصوصا كما ذكرتي يعني سد يعني المسيره، يعني وصلنا لواحد المرحله في السنه الماضيه، يعني ما بقاش هذيك نسبه الماء كبيره اللي تقدر انها تغطي مراكش وتعطي الساكنه بصفه عامه. عاد تندويو على الفرشه المائيه، يعني قوه حفر الابار، واش يعني شنو الاسباب اللي دفعت انه دروك حتى الناس ما بقاوش يلقاو الماء، الا حفروا البير خصو على 90 80 100 متر عاد تلقى الماء. الحقيقه الاشكاليه تاع نقص الماء بالنسبه للابار كل سنه تزيد 5 ولا 6 متر باش يغرق الماء، والله سبحانه وتعالى قل رايتم ان اصبح ماؤكم غورا فما ياتيكم بماء معي، بمعنى ما تيغور في الارض بسبب الحفر العشوائي لمجموعات الابار، وبسبب حتى انه كي تعرفوا انه ما كاينش فيلا ولا ما كاينش مكان متسع ولا ما كاينش فيرما ما فيهاش الابار، يعني ما تحترموش يعني ما تحترموش الاجراءات ديال حفر الابار، ما كاينش احترام الاجراءات وما كاينش حتى واحد العقلانه في تدبير هذا الماء، وحتى انه الطريقه اللي باقي حنا تنزعوا بها الماء بالنسبه للفلاحه طريقه بدائيه ما تتعتمدش على التنقيط، وتتعتمد على واحد الاسلوب حضاري اللي ممكن يحتفظنا على هذه الماده، ولكن كاين اسلوب اللي باقي قديم وتاثر سلبا على توزيع هذه الماده وتضيعها بزاف. عاد انه عدم حسن ترشيد استعمال الماء كي قلتي، كاين الجشع من طرف واحد المجموعات الناس اللي خدامين الاساس تاعهم في التجاره تاعتهم او في الحرفه تاعتهم هي الماء، خصوصا الحمامات، خصوصا الناس اللي تيخدموا بالماء، خصوصا البيسينات، خصوصا الناس اللي تيغرسوا المناطق الخضراء بالماء بطريقه عشوائيه. هذا كله لازم بانه باش الانسان يحط الصوره بانه مساله ماشي مساله عاديه، ولكن مساله حيويه وتتربط بحياه الانسان. والله سبحانه وتعالى قال ويل للمسرفين، حتى ذاك الانسان اللي بغى يتوضا بواحد النوع قليل الماء باش يريد يتوضا، انه دخل الله سبحانه وتعالى في هذاك الويل الى ما حسن استعمل هذاك الماء وما بدون اسراف، لانه اشكاليه الماء ماشي اشكاليه طبيعيه اللي ممكن احنا كل واحد بغى يتعامل بها، هذه ماده حيويه اللي تتربطنا ونعمه من الله سبحانه وتعالى، وغادي نتحاسبوا عليها وغادي نتحاسبوا عليها لانه تنستفد منها انا كبشر، وتستفد منها الحيوان، وتستفد منها جميع المكونات الحيه. الله سبحانه وتعالى يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، لانه الاشكاليه تاع الماء اشكاليه ماشي مرتبطه خص المواطن يوعى، خص المواطن ضروري لانه دينه وثقافته واشكاليه اللي مطروحه داخل الوطن، بانه تتندر باننا خصنا نتحزموا ونتجندوا من اجل تدبير عقلاني، ويكون يعني باش ان الدوله توصل لمرحله ديال تحليه مياه البحر، يعني ولات اشكاليه كبيره. هذه استراتيجيه ضروري اتخذها الدوله من خلال انه عندنا واحد 2000 كيلومتر تاع البحر تاع الماء، والحمد لله اللي الحمد لله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المحبوب عندنا، وانه ما مشاركين البحر مع التحد وما مشاركين الماء التحد. لو اننا كنا بحال السودان وبحال الدول اللي مشاركين البحر وديما كنا وصلنا في الحرب مع جيراننا. هذا هو الاشكال دروك، هذا هو المشكل اللي عايشه العالم، هو الحرب على الماء. المهم الحمد لله حابنا الله بهذا الماء تاع المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط اللي خص من خلاله يكون برنامج تاع التحليه، ويكون بواحد الطريقه عقلانيه وتكون رخيصه، تعتمد على الطاقه وتعتمد على مواد المسائل اللي تتزخر بها هذه البلاد، ونعيو التلاميذ والاطفال والشباب والتجار والمهنيين وجميع الناس المستعملين لهذه الماده
باش تجندوا من اجل المحافظه والصيروره والدوام الصيروره تاعت هذه الماده، انه المحافظه عليها، ونطلبوا الله جميعا، نقول الله سبحانه اللهم اغيثنا، اللهم اغيثنا، لان الا ما غاثنا الله سبحانه وتعالى بغينا نبقاو، لان مش اكاليه منين تجي هذه الماده، ما الا ما جابوا الله سبحانه وتعالى ما عندوش منين يجينا. نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش ينقذ هذا الوطن، وينقذ هذه الامه المغربيه وهذه الحيوانات وهذا جميع المكونات، ويكون عندنا ان شاء الله واحد الموسم تاع امطار اللي من خلاله ان شاء الله اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا هو السؤال، هذا هو الاساس، وهذا هو اللحمه، وهذا هو المحبه اللي تجمع دائما ما بين المواطنين سبحانه وتعالى، وحب هذا الدين اللي تحفزنا دائما، تحفزنا دائما لحسن واستعمال ترشيد جميع المسائل اللي تدخل في صحة وراحة المواطن ككل. نعم. الحقيقة هذا اللقاء زعما تشرفنا، ومن خلاله كانت واحد المجموعة المؤسسات ومداخلات المؤسسات اللي عطات واحد المجموعة التقنيات وساهمت وساطعت باش تدخل في صلب الموضوع، وخدت على عاتقها بأنه عندها واحد المجموعة المقترحات، واحد المجموعة المبادرات اللي حيوية من خلالها باش التدبير الجيد لهذه المادة الحيوية، ومن خلال المداخلات ديال الإخوان والأساتذة اللي كانت متنوعة ورائعة ورائدة، وكان عمل جاد من خلاله، كانت توعية على مستوى المنطقة كلها، وكان زيارة للمجموعة المدارس بالمنطقة لتوعية الشباب والصغار والناشئة، وكان مرحلة خاصة توعية كسمتها توعية، لأن التوعية يعني واللقاءات ولقاءات كثيرة الحمد لله، لأنه من تقريبا تنشوفوا هذه السنوات الأخيرة كانت واحد 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 الدينامية اللي عطى الإشارة صاحب جلالة النصارى والله محمد السادس، واللي تنطلب الله سبحانه وتعالى باش يحفظه لنا ويجينا عندنا لهذه المدينة، لأنه عطى التعليمات تاعو لجميع المكونات الوزارية ولا حكومة ولا جميع باش كل شيء ياخذ على عاتقه، باش أنه هذه المادة نتعبؤوا لها من أجل السيرورة تاعها، ومن أجل حسن تدبيرها، ومن أجل حتى خلق واحد الدينامية جديدة اللي من خلالها باش ما نبقاوش ننتظروا حتى نوقعوا في الإشكالية، ونطلب الله سبحانه وتعالى باش يكون الأمور كلها فيما يرضي الله، وتكون سبحان الله أمور آمين. هذا هو الهدف ديالنا، المواطن يعني ياخذ بالاحتياطات ديالو الكاملة، لأن هذه مسؤولية، مسؤولية ديال المواطن قبل المسؤولية ديال المسؤول. شكرا لك سي المطاع. نشكركم أنتم في شوف تي في، لأنه كنتم في صلب الموضوع، وكنتم دائما قريب من المواطنين، وكنتوا دائما هما الاعلام الحق، هذا هو الاعلام الحقيقي اللي تنطمحوا فيه وتنطمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يكون اعلام، لانه تيشرف هذه البلاد وتيشرف هذه المدينه، ومن خصوص واحد المجموعات الاخوه اللي تنحبهم وربطنا معاهم واحد العلاقه اللي حميميه، وتعطى علاقه اللي تتربط الاخوه بيناتهم، لانه دائما كنتوا دائما كجند مجنده لمصلحه هذا الوطن ومصلحه المواطنين. شكرا لكم جميعا. شكرا لك سي مطاع، هذا هو الدور ديالنا، اننا نخدموا الوطن والمواطن بصفه عامه كيفما كانت الظروف وكيفما كانت الاحوال. معنا يعني عضو في المجلس الجماعي لجامعه السلطنه اللي حتى هو حاضرين يعني كمنظم مع جمعيه، باش انهم يحسوا بهذا الدور، خصوصا تعرفوا جامعه السلطنه كانت من الجامعات الهامه على مستوى الاقليم مراكش، ويعني تعرفوا انه كان جماعه فلاحيه بكل المقاييس. معنا يعني العضو عن المجلس الجماعي اللي هذه قربنا يعني من الدور اللي تقوم به المجلس الجماعي من اجل التحسيس على هذه الامور، التحسيس والتوعيه ديال المواطن يعني الشباب والاطفال من اجل ترشيد الماء. تفضل. شكرا الاخ الكريم على هذا اللقاء اللي نورتنا فيه، وبالمناسبه هذا اللقاء اللي منظم من طرف بعض الجمعيات اللي هي نشيطه على تراب جماعه السلطنه. واولا كنوجه الشكر الجزيل للجماعة اللي هي اللي فعلا بجميع مكوناتها وأعضائها، وعلى رأسهم السيدة الرئيسة اللي هي مديديها من أجل المشاركة والتعبئة اللي كتحتم في هذا الموضوع، بخصوص في هذا اللقاء اللي هو في هذه المادة الحيوية اللي هي الماء الصالح للشرب، وكذلك الماء اللي هو كيتعلق كذلك السقي اللي هو كنعتبره في القطاع الفلاحي. اليوم انا كعضو في جماعه السلطنه وكذلك عضو في جمعيه الجيشه اللي هي كتشرف على واحد العدد ديال الامور بالنسبه للارض، وكتدافع
اللي كتهتم بذوي الحقوق، كتدافع على تسويه الارض ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي كنتمنى هو تكون عندنا هذه خطوه ايجابيه لجميع الساكنه والمنطقه ككل. وكنعتبروا هذا اللقاء اللي هو ان شاء الله اليوم كيتكلموا فيه واحد العدد ديال المؤثرين بما فيهم المشاركه مع القطاع ديال الماء والكهرباء، ان هذا اللقاء كيعطينا واحد الرؤيه جديده بالنسبه لترشيد المياه اللي هي كتتعب فيها واحد العدد ديال السياسات والاستراتيجيات والاليات اللي كتعلق بها جميع الادارات اللي هي كتشرف على الموارد المائيه بالنسبه للمضخ ديال السدود ولا كذلك بعد الوديان وهذا الى بعض المناطق. فكنتمنوا هذا اللقاء ان شاء الله يكون عندنا لقاء اساسي ويكون انطلاقه جديده بالنسبه لهذا الماده الحيويه اللي هو الماء واللي هو كنطرو من الناحيه الاقتصاديه الناس تحاول تقتصد في تسريب المياه. وكذلك كنتمنوا باش تكون يعني تحنا دور المواطن، يعني المواطن خصو يقوم بالعمل دياله اكيد اكيد لانه لابد حتى كيرجع دائما للسكينه، السكينه هي اللي عندها اليوم الحلول بين يديها. تقدر تصرف، تقدر تقتصد، تقدر دير بزاف ديال الحويجات، تقدر انه يكون تبذير وفي الاخر ما يبقى الماء. اكيد انه الا مشينا حتى مشينا في هذا الباب ديال الاسراف راه ما غاديش نلقاو ما نشربوا ما نلقاو حتى شي حاجه، تخربيني وتلقى هي البرد ما تلقاش الماء. نعم اذا حنا كنحاولوا ان شاء الله اليوم نطروا بعضياتنا جميعا والمسؤوليه في يدنا كاملين. نعم الا ما كناش نحسوا بالمسؤوليات الجميع راه حتى حاجه ما يمكنلهاش غادي تدار. لهذا الله يكثرك شكرا بالنسبه لهذا اللقاء هذا راه مسؤوليتنا كاملين مجموعين. نعم. مشاركين هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذا المباشر اننا نوعيو شي شويه المواطن، المواطن نوعيو شي شويه لانه كيف ما كان الحال انت كدور كمرشح والسي المطاعي تا هو كدورو كفاعل جمعوي، الاستاذه هي كدورها كفاعله جمعويه هي للتحسيس والتوعيه ديال المواطن، لان المواطن حنا دروك كندوي على الاشكاليه ديال توعيه المواطن اللي هي مشكله كبيره. يعني هذه الاشكاليه ديال توعيه المواطن اللي ولينا تنطلقوا فيها اشكاليه كبيره، واخا المواطن تيكون على بينه وتعرف بانه راه عنده خطر، عنده خطر في المستقبل في الماء، ولكن لحدود الساعه هذا الشيء بحال نقدروا نقولوا بان هذه اللقاءات التحسيسيه التوعويه ربما يعني تتكون حبيسه اليوم ومن بعد تلقى الانسان ترجع لطبيعته. ولكن هذا هو الدور اللي خص يقوم به اي جمعوي ولا اي اسره. الا وخصها تكون واعيه بهذا المشكل اللي مطروح دابا الان الا وهو الماء. اذا خصنا يكون عندنا في الدراسه ديالنا وفي تربيتنا اننا نوعيو لوليداتنا ونوعيو الناس اللي ما فاهمينش نوعيوهم بانه راه خصنا نحافظوا على الماء. نعم. لانه غادي يجي واحد الوقت اللي غادي نوليو محتاجين الماء وما نلقاوش. اذا هذه راه هذا هو بالسوايع كما تنقولوا بالسوايع، هذا هو الدور ديال اي رب اسره ولا اي ام في المنزل ديالها، الا وخصها توعي وليداتها وتوعي هذا خصنا نقوموا به كجمعويين وكاسر، انه نوعيو الناس اللي في جنبنا والناس اللي تنتلاقاو بهم بانهم نوصلوا لهم فكره ديال انه راه خصنا نحافظوا على الماء. راه غادي يجي واحد لو طون اللي ما لقاوش باقي فيه الماء. اذا انا بدوري كرئيسه جمعيه الاطفال في وضعيات اعاقه، وحنا بصراحه قال عندنا واحد الفئه اللي تحتاج الماء بزاف، اذا راه خصنا نوصيو الاباء والامهات نقول لهم حافظوا على الماء، حافظوا على الماء، حافظوا على الماء. نعم هذا هو الهدف ديالنا، يعني التبذير عفوا تدبير المياه بطبيعه الحال، وهذا هو الدور اللي خصو يقوم به جميع المواطنين بصفه عامه. مشكور الاستاذ سي المطاعي. نعم تفضل تفضل. لكن ممكن سي زكريا انا بغيت نوجه واحد النداء للجهات الحكوميه. انا خص الحكومه ضروري تاخذ على عاتقها جميع الاليات والوسائل اللي تترشد هذه الطاقه تاعت الماء، خصوصا نعطي مثال بسيط بحال هذوك الروبينيات اللي تيخدموا بواحد الطريقه عقلانيه، الا ما درتش هدية ما يخدموش وتيدبروا استهلال الماء، تينزل الاستهلاك من تقريبا من 100% حتى 10%. الوسائل هذا خص تكون ترفع عليها، تكون فيها حتى هي تشجيع بالنسبه للتزويد للسوق الوطنيه. نعم. وخص تكون تحفيز ليها، لانه باش حتى حنا باش ندبروا بالشكل العقلاني
ورسالة للمؤسسات، تعطي الدور المؤسسات التعليمية، المؤسسات الإدارية، المؤسسات القضاء، المؤسسات المساجد، كلهم خص يكونوا نموذج حي من خلال ترشيد هذه المادة الحيوية باش يعطيو واحد الصورة رائعة ومتميزة باش ياخذ منها الجميع، خصوصا التلميذ داخل المدرسة إلا شاف النوعية تاع الترشيد داخل المؤسسة بياخذها، الإنسان داخل المؤسسات لا بلدية لا مقاطعات لا إدارات لا دور الشباب، لا يكون التدبير بواحد العقلاني بواحد الآليات اللي تترشد الطاقة رغم أن تنعرفوا الثمن تاعها غالي، ولكن اللي لا يكون فيها واحد التمييز، يكون فيها واحد التحفيز باش تنشر داخل الوطن، ولأنها هي اللي بتعطينا احسن تدبير لهذا الماده الحيويه. شكرا بزاف. شكرا لك سي مطاع. تفضل. نعم بالنسبه لكلمتي الاخيره في هذا نعم. في هذا الباب ان لضمان باش نضمنوا هذا الماء ونوفروه لا بالتلا من جميع الجمعيات باش يقوموا بعد حملات تحسيسيه نعم تابعه في الساكنه باش يحاولوا يفهموا الناس كيفاش يدبروا ويسيروا هذا الماء اللي هي ماده اساسيه عندنا، ما نحاولوش نبدروها وماش نديروا فيها واحد نوع الاسراف، لان هذه الماده ديال فنا تفقدناها ما بقات حتى شي حياه، لا حياه بدون ماء. نعم. وشكرا. تبارك الله عليك، يعني مشكور السي مطاعي وكذلك الاستاذ الاسماعيل اللي هو عضو على المجلس الجامعي لجامعه السلطان وكذلك الرئيسه الجمعيه لذوي الاحتياجات الخاصه في حاله اعاقه. اليوم يعني فتحنا النقطه، ربما انه كانت نقدروا نقولوا بان هذا اللقاء هو يعني اللقاء عبور او اللقاء لحظه، ولكن تبقى المشكل انه المواطن يعني خصها تستمر كما قال السي اسماعيل، ان تستمر هذه الحمله ديال التوعيه والتحسيس من الجمعيات باش اننا يعني نذكروا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، هذا هو يعني في القران الكريم. فالمواطن خصو اليوم يوعى بانه راه في خطر، الخطر تلحقوا الى هو السبب وهو ندره المياه. وكنشكركم، شكرا لكم، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شفتين. شكرا.